ونشوفوا من هنا العيد نتمنى التمينه تولي رخيصه ولا هادو ونتمنى الجميع يعيدوا وهادي راه سنه ما يمكنكمش يكون باذن الله يعني كي عندنا كما عندناش واخا ما نعيدوش المهم كنعيدوا يعني روحيا والدراويش والفقراء راه هما اللي تيعيدوا والله يوفق ليهم كنتمنى يكون العيد ما يكونش دابا راه عطيه علاش هما 2000 ريال وقيله و 400 الغلمي غالي كاين اللي ما قادش على داك الثمن اللي ما قادش نيو بغيناه الا مكتب شنو نقول لك اخي بالنسبه لي انايا بهذا الارتفاع ديال الحولي تتسمى 4000 5000 درهم يخريف قطيط صغير ما نعيطش انا ما بغيناش كاع يكون العيد والله يسمح لنا العيد هو واجب فرض والله يسمح لنا اللي ما عندوش شنو يدير نمشي نبيع انا رانا الثلاجه شي ولا البوطه ديالي باش نشري العيد والله احسن لاول اي مسلمين اخي هذا هو اللي كاين ونشوفوا من هنا العيد نتمنى الثمينه تولي رخيصه ولا هادو ونتمنى الجميع يعيدوا بالنسبه للعيد هو سنه والانسان يعني كل عام و على حسب الانسان جهده اللي مول في خلاص ياخذها هو ما كيطلع الاسعار يعني بالنسبه للانسان اللي ما عندوش بلد اللي ضعيف يعني الانسان ندخل على قد حاله تيقى مشاكل مسكين وكاين الناس كيتساهموا معاهم كاين اللي ما عندوش كل الظروف ديالو خويا وما تيكون العيد يعني هابط منخفض من ناحيه الاسعار تيكون افضل كلشي كيعيد كلشي تكون فرحان كلشي فهمتيني كلشي بقى على خاطره وما تكون الاسعار طالعه خير شي يعيش شي ما تيعيدش وهذه راه سنه ما يمكنكمش يكون باذن الله يعني كي عندنا كما عندناش واخا ما نعيدوش المهم كنعيدو يعني روحيا يعني عيد المؤمنين والصلاه وبزاف د الحوايج لما عندش انسان راه كيكمدها في هاد الحربيه هادو ويصبر بالنسبه للارتفاع ديال الغنمي دابا لانيو الخروف راه ما تيتذبحش قليل راه تتذبحها الخروف حتى هي كاليتي ما تتولدش بالنسبه هاد العام شي درويش غادي يعيد واخا ما شحال يديروا له الحولي تيتكافى وتيشري الحولي غادي يعيد خاص الدوله والحكومه تقاد مع الناس الدراوش تدخل الغنمي من اوروبا ويديروا الناس الفقراء راه كاين سماسيرة تيدخلوا تيشريو تيبداو يبيعوا بشحال ما بغاو هما خصهم يديروا واحد الحكام ولا شي لجنه ولا المقدمين يحضيو هذوك الحوالات شكون اللي غادي يشريهم يشريو من الفقراء راه كاين سماسيرة تدخل على الغنم وتيبداو يطحنوا ويدقوا الليبر البنادم هادشي اللي تنطلب وعيد الاضحى يدخل على المسلمين عامه بخير وعلى خير والدراويش والفقراء راه هما اللي تيعيدوا والله يوفق ليهم بالنسبه لهذه الازمه اللي كنشوفوا هذه الحركه اللي كاينه كنتمنى يكون العيد ما يكونش ان الناس اغلبيه ضعفاء لان الناس ما عندهاش ما تذبح واسعار اللحوم كبيره يعني اللحوم ما كايناش منين غدير هذا اللحم كتسوى 100 درهم 120 درهم 120 درهم يعني ما يمكنش ولكن الحولي الناس اللي مستعطين يقدر يديروه اللي ما مستطعينش يقدر يديروه ولكن انا في الفضل ديال القانون ديال الدوله الا بغات خاص هذا العام ما يكونش انما كاين واحد شويه الجفاف ما كاينش شي حاجه كنتمنى يكون العيد ما يكونش هاد العام هاد الحولي هاد الناس ما يقولوش الحمد لله شريت الناس فلوس ولكن الثمن 2400 دي غادي لهم الحولي غالي الناس ما عندهمش فلوس ما كياكلوش اللحم الحولي مليح 140 130 ما كيموتش لا اللي عنده فلوس لا ما عندوش اللي عنده يقولوا الله يعاونهم الناس ما عندوش فلوس